احنا كمنظمات تمثل الاشخاص ذوي الاعاقه ما لاحظنا اي تحسن في ظروف الاشخاص ذوي الاعاقه منذ سنين طويله. ايما فالبشتي درايما نيا النساء ذوات الاعاقه ما يقدرون يطلعون خارج البيت ويختلطون بقيه النساء. من المهم ان يساهموا صناع القرار بمساعده منظمات الاشخاص ذوي الاعاقه حتى نرفع اصوات الاشخاص ذوي الاعاقه. نعمل على تحسين القانون رقم 38 الخاص بحقوقنا. نعمل على المناصره لحصول الاشخاص ذوي الاعاقه على فرص عمل. رخراو كمان برنامج راديوي لباري كساني كمان دمان فخش ده. استمعوا إلى المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة. مولوا نشاطاتنا. ساعدونا ننشر الوعي حول تحديات ومخاوف الأشخاص ذوي الإعاقة. استشيرونا بالقرارات التي تخصنا. نشتغل بإيماننا. لا شيء عنا دوننا. لا شيء عنا دوننا.